يقول السائل: نجد كثيرا من الناس يشربون الماء عند أذان الفجر الثاني، بل وبعضهم يتعمد ذلك، فماذا تنصحون هؤلاء؟ هذا في الحقيقة الشرب بعد ما يبدأ الأذان هذا محل خطورة على الصائم أنه يجتنب هذا، يشرب ويأكل قبل الأذان، إذا أذن ينتهي عن الأكل والشرب، هذا أبرأ لذمته وأحوط له. نعم.